بركي طلعت هي الفعلة. أنا بتذكر منيح البنت شو ساوت معك. بنتك متابعة كتير منيحة. هالجيل شو بيقول عن هالحالة؟ ستالكر؟ بس شي مرتب. وطبعاً شاطرة كتير بالاستفزاز. أنا ما أجيت لأسمع إهاناتك لبنتي هالخانو. بنتي رجعت مبارح على البيت وإدنها كانت مقطبة. قالت إنه الحلقة تبعها علقت بشنتاية رفيقتها بدون ما تنتبه. بس أنتي اتصلتي وقلتي بدك تحاكيني بموضوع كتير مهم بخصوص مبارح. فيا قولي يا أما أنا بدي أمشي. آه هارون حياتي، أهلا وسهلا، تفضل اقعد، بتعرفوا بعضكم، ما في داعي أعرفكم. بتشرب شي؟ ما قلتي لي بهار خانم معك؟ وأنا ما كنت بعرف إنه حضرتك معزوم. لكان خلوني فوت بالسيرة دغري. من وين جبتي هالحلقة؟ هارون حياتي، أنت ركز منيح بهالقسم لو سمحت. هاد الحلقة مبارح بنت حضرتك شالته من إذنها لبنت بهار بعنف وقت كانوا عم يسكروا. هلا خانو، فهميني كيف وصلت حلقة بنتي لعندك؟ بهار خانو، بلا ما ندقق على تفاصيل، خلينا نقول كنتي وابني في عندن شوية مشاكل وعم حاول اهتم فيها وحلها. هلأ لو سمحتوا خلينا ندخل بصلب الموضوع. البنات اللي عم يعملوا مشاكل هن بناتكن. أنا مهمتي بتخلص هون. كوني أم وكوني صديقة محترمة عملت واجبي وخلصت مهمتي هلأ. بالإذن، صحتين وعافية. ما بعرف شو لازم أقول. مبارح رجعت متأخرة على البيت وكانت متضايقة وتصرفاتها غريبة، بس يعني بالحقيقة أنا ما كنت بعرف إنه صايرة هاي المشكلة بين بناتنا. أنا رايح هلا على البيت أحكي معه، وشو ما كان صاير مبارح بيناتهم وسبب خلافهم فكوني واثقة إنه بنتي رح تعتذر من بنتك. بدي أحكي مع بنتك هارون بيك. أنا ما بظن إنها فكرة منيحة. أنا بدي أحكي مع بنتك فورا هارون بيك. أبوكي عم يستناكي ريم خانو. شو عم يستناني؟ لسه هلأ فتحت عيوني وما قلي نفس أبداً آكل. هو مو ناطرك مشان الفطور، صار الظهر وفي عنا كمان ضيفة. مين هالضيفة؟ بابا قال عندك ضيفة بس أنا هلأ ما قلي خلق. عم تمزح وما؟ عادي واسمعي بهار خانم منيح. عفواً؟ معك حق هارون بيك، أنا أجيت لهون على الفاضي، الأحسن إني روح على مخفر الشرطة وأقدم شكوى ضده. أنت شو عاملة مبارح؟ أحكي. شو راحت شكتني لأمة بكل وقاحة؟ البنت قطبولة أدنى بالمشفى يا ريم. ست قطب. تعرفي حالك شو سويتي؟ هذا بيعني إصابة متعمدة، وهذا التصرف بوعدك إنك تتحاسبي عليه. جبت هاي المرأة معك من شان تهددني ببيتي بابا؟ حبيبتي أنا مالي جاي لهون من شان هدد، لأنه بزماناتك سحبتي الشكوى يلي كنتي مقدمتيها ضد بنتي، وأنا اعتبرت اللي صار مقابل هداك اليوم. بس إذا رجعتي عملتي شي لبنتي رح تدفعي الثمن غالي. بابا، إذا كان أبوك الشخص اللي واثقة فيه فلا توثقي.
لأنه حتى أبوك ما رح يقدر ينقذك. يعني بركة أبوه عم يحاول ينقذها؟ وحتى احتمال الزلمة يكون من الأول عارفان بنته شو عاملة، ولأنه هذا اللي مخوفه لهيك اتفق معك وحاول إنه يوقفهم، بس بالواقع حتى ما قدر يوقف بنته. مثل ما أنا كنت عم بتخبط كرمال بنتي، كمان كان الزلمة عم بتخبط مشان بنته. مستحيل يلدى، ما بظن. أنا بحسه لهارون بيك ماله من هذا النوع بنوب. والله أنا ما بعرفه لهارون بيك. أنت لأي درجة بتعرفي؟ طيب خلينا بلا ما نصدق هالوسخ إلكر، بس كمان ما عنا ولا سبب يخلينا نصدق هديك الوقحة، وهالشي بينطبق على أبوه.